في يوم الجمعة الموافق 28 أبريل من عام 2023 بارك كنيستنا بالزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس سابقاً. ولد نيافته بالقاهرة يوم 6 مايو عام 1958 وحصل على بكالوريوس طب وجراحة عام 1982 سيما أسقفاً عام 1997. سيدنا له العديد من الكتب، حوالي 71 كتاب ونبذة. أنبا رافائيل هو مقرر لجنة دستور الإيمان الفرعية بالمجمع المقدس، وهو عضو لجنة الإيمان والتعليم ولجنة الطقوس بالمجمع المقدس، وقد باركنا نيافته في العام الماضي خلال رحلته لمناقشة رسالة الماجستير، حيث قام نيافته يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 بمناقشة رسالة الماجستير بعنوان تدبير الخلاص، وهي دراسة كتابية آبائية ليتروجية قانونية، وذلك في جامعة هولي صوفيا التابعة لأبرشية نيويورك ونيو إنجلاند القبطية الأرثوذكسية. وقد تكونت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ الدكتور قمص إبراهام عزمي، وعضوية الأستاذ الدكتور قمص بنيامين المحرقي، وأستاذ دكتور فايس دراك، وأستاذ دكتور جرجس بشرى. وعقب انتهاء المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير في العلوم اللاهوتية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بترجمة الرسالة وطبعها ونشرها. العظة بعنوان كيف أعرف أن قراراتي حسب مشيئة الله، رابط العظة كاملة أسفل الفيديو. كما أجاب نيافته على عديد من الأسئلة التي قدمت له من الشباب، وأيضا كان لنا شرف لقاء سريع مع نيافته ليجيب على بعض الموضوعات التي تشغل بال كثيرين من المهاجرين إلى كندا وأمريكا. May His Holy Person be with us. Amen. With my whole heart I have sought you. Let me not wander from your commandments. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Blessed is the He who comes in the name of the Lord our Lord. God save and King of us all, Jesus Christ, Son of the living God. To whom is glory forever, amen. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I am in him. As the living Father sent to me, and I live. Because of the Father's will, he is on me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not as your father ate the manna, and are dead. He who is this bread will live forever. Glory be to God. بوجود نيافة الأنبا رافائيل أسقف العام وأسقف عام وسط كنائس وسط القاهرة، بيشرفنا سيدنا لسه واصل من مصر لكندا النهاردة، معتبر إحنا أول كنيسة يزورها في الرحلة بتاعته. نشكر سيدنا على محبته يعني واتضاعه إنه وافق لكنيستنا الصغيرة. فنشكرك سيدنا ودايما نفتكرنا في صلواتك. متواضع عشان كده دايما نصلي، نفكر، نقرا كتاب مقدس، ناخد مشورة صادقة صالحة من ناس صالحين. واخر حاجة هقولها لكم، يقولوا كده علامة التسليم الكامل لله. نمرة واحد الرضا،
بأي نتيجة بعد بذل أقصى مجهود بروح الصلاة. ركزوا فيها، علامة إن أنا حياتي في دين ربنا وأنا فرحان. الرضا بأي نتيجة، بس بشرط بذل أقصى مجهود. نمرة ثلاثة بإيه؟ بروح الصلاة. لأن أنا لو ما صليتش وهي أقول أنا قبلت اللي ربنا عمله أساسا ربنا أنت دخلتوش في حياتي. طب لو أنا بصلي لكن ما عملتش أي مجهود والنتيجة جاية مش على مزاجي، قلت لا أنا لا تاخد ربط إلا لما أنت ما اتشغلتش. واحد ما ذاكرش وجات النتيجة مش في صلاة. يقول أصلا كنت في الكنيسة بصلي تاكد ربط إلا لا أنت ما ذاكرتش. واحد تاني يذاكر بمجهود شديد بس ما جاش النتيجة اللي هو عايزها، عمره ما صلى ولا صلى ربنا. يقول أشكر الله، طب ربنا أساسا مش في حياتي. واحد تاني بقى بذل مجهود وبيصلي وجات في نتيجة مش على مزاجه وقاعد متذمر، كيف تكون بتسلم حياتك لله؟ علامة التسليم الكامل الرضا بأي نتيجة بعد بذل أقصى مجهود بروح الصلاة. ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. نعيش وتعلمنا يا سيدنا. طبعا احنا اي فرصه طبعا عارف محبتكم كلكم اللي في جامعه رفائيل ومتابعيني طبعا والتعليم بتاعكم اباء المعلمين في الكنيسه، ربنا يديله الصحه والعافيه دايما يمتعنا بتعليم وكلامه الروحاني. خريستوسانستي سيدنا. أيوة خريستوسانستي. فرحانين جدا بزيارة النعمة وافتقاد نيافتك لينا وزارنا سيد المسيح الموجود في نيافتك النهاردة. شكرا. عايزين نطمن على صحة سيدنا البابا وصحة نيافتك. قدس البابا بخير نشكر الله. طبعا كنت معاه يوم العيد وكنت معاه كمان يوم شم النسيم، فنشكر الله أموره كويسة وصلوا له وأنا أشكر الله كله حلو. ربنا يطمننا عليكم دايما سيدنا. سيدنا احنا النهاردة معنا ثلاث اسئلة ومحتاجين نصيحة كمان. هنبدأ بالنصيحة. نصيحة للأسر المهاجرة جديد، بيبقوا عندهم احلام وردية ان الدنيا هتبقى يعني سهلة في البلد الجديد وكندا يعني مفروشة بالورود، لكن بيجوا طبعا بيكون في تحديات في المجتمع الجديد، ضغوط تعلم لغة جديدة، يدوروا على شغل، فواتير، الكلام ده كله، فبتبدأ في يعني مشاكل في الأسر اللي جاية جديد. أحيانا الأسر بتتزعزع وأحيانا الأسر بتتفكك ومن لها ظاهرة موجودة هنا في المجتمع. عاوزين نصيحة للأسر اللي جاية جديد. طبعا الكلام موجه للأوريدي جم، يعني لو في ناس لسه في مصر لازم يحطوا في حسابهم ان الامور ما هياش فعلا وردية، والاحلام اللي هم يحسوا ان امريكا وكندا هي الجنة على الارض يعني.
لكن طالما جم خلاص من يضع يده على المحراث لا يلتفت الى الوراء، ويبقى نقدر حجم التحدي اللي قدامنا وبنعمة ربنا نقدر نغلبه. ويحطوا في بالهم ان كل الاسر المستقرة حاليا تعبت في الاول، فلما بص على ناس ناجحين ومستقرين واولادهم سعداء وناجحين في حياتهم الدراسية وغيره، يبقى عندي الامل ده ان زي ما حصل مع اللي قبل يحصل معاي. انا عارف ان التحديات ممكن تزيد مع الزمن، يعني في ناس جم بدري قوي كانت الدنيا اسهل، لكن ربنا موجود في كل الاجيال وفي كل الظروف كل الاحوال، وربنا يساعد الجميع، يعني ما لا نفشل لا نفشل اطلاق. طول بالنا، واي حاجة بتبتدي صعبة اكيد في الاخر تبقى كويس. الشباب والاطفال هنا في المدارس بيتعلموا فضيلة حلوة جدا، وهي فضيلة قبول الاخر وقبول الرأي الاخر، لكن احيانا بيبقى فيه صراع كده بين خطايا معينة بتبقى مقبولة في المجتمع، ونيجي نقول للولاد ده ضد تعليم الانجيل ودي خطية واضحة وصريحة والانجيل بيقول دي خطية، فبيبقى فيه صراع بقى انت ازاي مسيحية حقيقية وتقولي ان انا مش متقبلة النازي بتعمل ايه، ومش عايزة يكون ليهم صوت او يكونوا جروب موجود في المجتمع حوالينا. فالصراع ده ازاي نحله وازاي نتعامل مع اولادنا؟ لازم نفهم ان قبول الاخر مش معناها قبول الاخطاء، لكن قبول الاخر معناها انا بحترمه وبقدره ومش بحاربه، لكن مش شرط ابقى اعمل زيه او اعتبر اللي بيعمله صح. وديكي مثل، في بعض الناس عندها مرض السرقة، حتى لو هو عنده دي حاجة علميا معروفة مرض نفسي ان الانسان يحب يسرق حاجات حتى لو هو مش محتاج. هل لانه هو طبيعته انه هو بيسرق مفروض المجتمع يعتبر دي حاجة صح ويقبله وما يعاقبهوش؟ في خطايا الناس اتعودوا عليها، هل عشان الناس اتعودوا عليها يبقى خلاص دي مظبوطة ونقبلها؟ الحرام اللي بيسرق احنا مش بنكرهه، لكن ما يصحش ان نوافقه على السرقة. الكلام ده ينطبق على كل نوع من انواع السلوك اللي الكتاب المقدس بيدينه، ونقول ان احنا مش موافقين عليه لان الكتاب المقدس مش موافق عليه. المجتمع فيه رولز وقواعد وقوانين حطوها البشر، ومع ذلك الكل بيحترمها. على الأقل مثلا قواعد المرور، لو ان في شاب متهور وبيكسر الإشارة وبيمشي بسرعة اكتر من السرعة القانونية، مش في البوليس بيوقفه يديله تيكت وممكن يسحبه منه رخصة وممكن في نقط بيفقدها؟ هل لأنه هو مزاجه كده وأنا بقبله أوافقه على اللي بيعمله؟ الناس اللي بتقتل في عصابات مافيا، مش عارف في كندا في مافيا ولا ما فيش يعني بالتأكيد العصابات اللي هي بتسرق عربيات أو تسرق بنوك أو تسرق، هل عشان ده مزاجهم كده وإحنا بنقبلهم نوافقهم على السرقة؟ هيقولوا طيب ما هو في بعض الحاجات الكتاب المقدس يعتبرها خطأ والمجتمع بيعتبرها صح. احنا نسأل انفسنا مين اقدم ومين ابقى، يعني هل الكتاب المقدس هو في البداية ولا قوانين المجتمع؟ نمرة اتنين، مين اللي قاعد على طول؟ قوانين المجتمع مش بتتغير، الكتاب المقدس ثابت. فيبقى المرجع بتاعنا مش مزاج الناس ولا ما هو شائع والناس موافقة عليه، لكن الكتاب المقدس. قد يكون طبعا السؤال ده بيلمح على موضوع الهوموسيكشواليتي. احنا مش بنكره الناس دي، لكن مش بنعتبر دي خطية وانحراف نفسي محتاج علاج. كون المجتمع يقول لا دي مش خطية ومش انحراف نفسي وده نموذج من السلوك، مش شرط اللي يقولوه في المجتمع يبقى صح وان احنا كمان نوافق عليه، لكن هنظل نحترم الناس دي. واذا كان في بيشيعوا ان هما في بعض العصور كانوا مضطهدين
ومش مقبولين وبيتقتلوا احيانا بيتحكم عليهم بالاعدام او باي نوع من يعني نبذوهم في المجتمعات. فدي طريقة احنا مش بنوافق عليها، لا الكتاب المقدس قالها ولا المسيحية بتوافق عليها، دي سلوكيات الناس. فاحنا نمشي حسب الكتاب المقدس بالاعتدال، بنقول لهم احنا بنحبكم لكن اللي انتوا بتعملوه دوت مش مظبوط، مش في الخليقة التي خلقها الله. لا يستطيع احد علميا يثبت ان في جين مسؤول عن الهوموسيكشواليتي، ده انحراف سلوكي. في بداية الهوموسيكشواليتي لوحظ ان هي بتنتشر في المجتمعات اليونيسكس زي السجون او الملاجئ او الجيش، الاماكن اللي فيها رجال عايشة مع بعضيها وبيشوف الستات، فممكن يحصل هذا الانحراف. فطالما هو بيحصل في مجتمعات معينة بظروف معينة يبقى هو انحراف، مش حاجة في الجينات. وما فيش حد في العلم، لان احنا البشر اما في الكروموزومز XX او XY، فيش حاجة بين البنين. فيبقى نفكر صح وما نمشيش ورا القطيع، يعني المجتمع كله بيقول كده يبقى ده صح، لا لازم يبقى لي فكري ورأيي المبني على الصح. حلو جدا. سيدنا احيانا الشباب دلوقتي لما يعني بيحاولوا يعبروا عن رأيهم ممكن بيقعوا في مشاكل بسبب هذا الموضوع، يعني ما انا حتى لو مش هعبر عن رأيي على الاقل ابقى انا مقتنع جوايا ان انا ليا رأي خاص حتى لو الناس مش عايزة تسمعه. وبعدين is it fair ان هم يقولوا رأيهم ونسمعهم ونضطر نقبلهم وانا مش ما عنديش حق اقول رأيي؟ يعني انا ليا رأي وهو ليه رأي، هو قال رأيه لازم اقبله، طب انا ليه ما اقولش رأيي وهو لازم يقبله؟ او على الاقل مش لازم يقبله بس يحترم رأيي. فدي بتبين ان المجتمع فيه نوع من الميل نحو حاجة غلط، ان هما بيدوا فرصة عندهم شذوذ جنسي ان هما يعبروا عن نفسهم، محدش يقدر يقرب ناحيتهم، لكن اللي بيعارضهم بيعاقبوه او بيحاربوه. طب اذا كان المجتمع فيه حرية ومد حرية للهوموسيكشواليتي، ما يدينا احنا حرية نعبر عن رأيي؟ الميديا والبوستات القديمة اللي الناس بتستخدمها علشان تكريت حالة من الهياج ضد الآباء وضد الكنيسة، البوستات دي بقت منتشرة حاليا بطريقة يعني مخيفة، عايزين طريقة للحكمة في التعامل مع هذه البوستات، هل احنا نرد ولا هل نإجنور ونتجاهل هذه البوستات؟ الحكمة ايه في التعامل مع مثل هذه الأشياء؟ في الكتاب المقدس في آيتين ورا بعض على طول، واحدة بتقول لا تجاوب الأحمق حسب حماقته لألا تعدله أنت، بعدين يقول جاوب الأحمق حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. لو دول بعاد عن بعض في كتاب مقدس كنا قلنا في تناقض، لكن دول جايين ورا بعض. فإيه معناها؟ معناها أن أنا أي إنسان بيقول حاجة غلط تؤجنور. ليه؟ لان انا لو عدت اتكلم زي ما هو بيتكلم يبقى انا بقيت زيه، هو بيهاجم وانا بهاجم ومش بتخلص. طيب بيحصل احيانا بقى نتيجة ان محدش بيرد، يظن الانسان اللي بيقول كلام غلط انه بقى منتصر ومحدش قادر عليه، مصدق نفسه. فحد يروح رادد رد صغير ومقنع ويقفل الموضوع. فاحنا عايزين حكمة في اننا من عشان نقعد نعملها مباراة، هو يقول وانا ارد وبعدين هو يرد على الرد وانا ارد على الرد الرد ومش هنخلص. لكن نسيب اللي بيتكلم يقول، وتأثيره بيبقى محدود جدا، لان على قد ما الميديا مؤثرة جدا في رأي الناس لكن بسبب كثرتها هذا التأثير يتغير كل يوم. يعني في قضية تلاقي كل العالم بيتكلم عنها، تاني يوم تتنسي تماما وبيكلموا قضية تانية. فلما بنقعد نركز على موضوع ونرد عليه احنا بنأكده عند الناس. فالافضل نتجاهله الا اذا كان الامر يحتاج رد صغير قوي ومقنع ونقفل الموضوع. شكرا
سيدنا. طيب نفتح قضيتنا تفسير دسم وعميق وجميل لسفر الرؤية. فاحنا نرجع تاني نكرر السؤال، مع كل اخبار الحروب والزلازل والمجاعات والاقتصاد المتدهور، العلامات باينه قوي، فهل المنتهى بعد؟ هو السيد المسيح حسم هذا الامر لما قال: اما الازمنه والاوقات ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه. وقال عن نفسه بصفته انسان زينا: اما ذلك اليوم تلك الساعة فعرفه ولا ملائكة ولا الابن الا الاب. فمحدش من البشر يتطوع بانه يقول لنا الازمنة انتهت او المسيح قرب او هيحصل امتى. لكن مطلوب لما نلاقي في ضيقات والكثافة بتاعة العلامات اللي هي الحروب والزلازل والمجاعات والاوبئة والبراكين والتسونامي والتصحر و تغيير المناخ بتاع البيئة، كل ده بيخلينا نقول يا رب انت باين عليك قربت تيجي، طب انا لازم اتوب. لان انا لو المسيح هيجي بكرة وانا مت النهاردة، انا بالنسبة لي المسيح جه النهاردة، فمش شرط نقعد نستنى لغاية ما المسيح يجي، مجازي احنا نروح له قبل ما هو يجي. فيبقى افضل رياكشن ان احنا نقدم توبة ونعيش حياة مقدسة، نتوقع مجيء المسيح الشخصي ليا في لحظة انتقالي او مجيء العام في اي وقت، نقول له امين تعالى ايها رب يسوع بكل فرحة. يعني امين تعالى يا رب يسوع. سيدنا يعني تعيش وتعلمنا، فرحتنا دايما وتشرفنا وتنورنا دايما، وخلاص احنا كده اتعودنا بقى على اللقاء مع نيافتك ده كده ربنا يخليك لينا كل سيدنا سنة كل سنة ونيافتك طيب، ما تنسانيش بقى اباء وشعب كنيسة الملاك دايما، ومتأخرش علينا سيدنا. ربنا يحافظ عليك. شكرا. شكرا.